متى سينتهي الفيروس؟ هذا هو السؤال الصعب. الإجابة عليه قد تكون أصعب. دراسة أخيرة لجامعة من سنغافورة رسمت ملامح لانتهاء الوباء. وبالاعتماد على البيانات الرسمية في عدد من الدول، تمكنت هذه الدراسة من رسم صورة لانتشار الفيروس ودورة حياته أيضا. وهنا التنبيه المهم أن تراجع عدد الإصابات أو ما يعرف بتسطيح المنحنى لا يعني القضاء تماما على الفيروس، فمن المتوقع أن يظهر مرة أخرى في الشتاء القادم. نتائج هذه الدراسة في الدول العربية قالت إن الأردن ولبنان تجاوزتا ذروة الانتشار خلال هذا الشهر، فيما تنتظر دول أخرى لشهر مايو ويونيو. وهنا السودان، مصر وفق هذه الدراسة ستنتهي فيهما ذروة الفيروس بداية مايو المقبل، على أن تستمر في مصر حتى 20 من ذات الشهر. الإمارات ستصل إلى الذروة في 15 من مايو، تليها الكويت في 29 من ذات الشهر. المملكة العربية السعودية التي اتخذت تدابير غير مسبوقة بإغلاق الحرمين قد تنتظر نهاية الذروة بداية الشهر القادم. الكويت ستكون ذروتها مطلع شهر يونيو أيضا. تضع الدراسة قطر حتى 3 من شهر يوليو تموز، إيران في 10 من مايو، وفي تركيا 15 من ذات الشهر أيضا. أوروبيا تتوقع الدراسة انتهاء الجائحة في إيطاليا 4 من مايو أيار، وبريطانيا في 9 من مايو، إسبانيا وفرنسا مطلع ذات الشهر، وقبلهما ألمانيا نهاية شهر أبريل الجاري. الدراسة وفق الأرقام المعلنة قدرت انتهاء الجائحة في الولايات المتحدة في مايو على أن تنتهي في كندا في 16 من ذات الشهر. إلى ضيفي الكريمين من عمار، الدكتور ماجد جنيد مدير برنامج الصحة العامة بالشبكة الشرق أوسطية للصحة. من المنامة أيضا البروفيسور معز بخيت رئيس قسم الطب الجزئي واستشاري طب المخ بجامعة الخليج العربي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك بروفيسور معز عن هذه الدراسة التي قدرت شكل منحنى عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم خاصة الدول العربية، تفضل. نعم يا مرحبا. هذه الدراسة طبعا استخدمت معادلة حسابية ووضعت فيها البيانات التي جاءت من الدول، مثلا عدد الإصابات، نسبة الإصابة، كم كل مريض ينقل إلى كم عدد من الأشخاص، وأيضا عدد الوفيات. هذه البيانات استخدمتها لتتوقع النهايات، وما ذكرته في التقرير هو نهايات بنسبة متراوحة بنسبة 95 إلى 97% إلى أن تكتمل في نهاية ديسمبر أو في بداية ديسمبر تكتمل بنسبة 100%. لكن إذا نظرنا إلى منطق الوبائيات والفيروسات والميكروبات، فلكل كائن حي دورة حياة. صحيح هذا الفيروس ليس كائن حي، لكنه يصبح كالكائن الحي عندما يدخل إلى الخلية. فعندما يدخل إلى جسم الإنسان يستفيد من المواد اللي موجودة بداخل الخلية، سواء كانت مواد غذائية أو إنزيمات بروتينات، لينسخ نفسه ولينتج مركباته المختلفة، فيصبح كأنه كائن حي. هنا في هذه المرحلة التي يدخل فيها تبدأ مرحلة العدوى، وهي مرحلة كأنها مرحلة حرب بين جهاز المناعة وبين الفيروس. في هذه المرحلة، وهي المرحلة التي تحدث فيها الإصابات العالية وبعض الحالات تؤدي إلى الوفاة حسب المناعة وبعض الحالات تتعافى، هذه المرحلة هي المرحلة التي تصل إلى قمة الوباء. ثم بعد ذلك الفيروس
يمر بمرحلة بتاعت كمون، يعني هذه المرحلة. طيب كلام مهم بروفيسور، ولكن دعني أستمع إلى صوت الدكتور ماجد. ما الذي نعنيه بانتهاء الفيروس، انتهاء دورة حياة الفيروس بمنتهى البساطة؟ هل هذا يعني أن فيروس كورونا انتهى، لن يعود مرة أخرى، لن يصاب به أحد؟ شكرا جزيلا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بك. أتفق كلية مع زميلي العزيز من المنامة. وبشكل عام أي جائحة وبائية مصيرها في الأخير إلى الانتهاء، طال الزمن أم قصر. هي فترات زمنية قد تتراوح من شهور إلى بضع سنوات كما حدث في مراحل سابقة. وعندما نتحدث هنا اليوم نتحدث عن انتهاء الجائحة، لكن لا نتحدث عن انتهاء الفيروس أو عن الذي قد يستمر وجوده لسنوات كما تشير بعض الدراسات، والذي قد يظهر استمراريته قد تكون. ما الفرق، ما الفرق دكتور بين انتهاء الجائحة وبقاء الفيروس؟ انتهاء الجائحة عندما نتحدث عن انحسار أو عن المنحنى الوبائي وصل إلى قمته، ثم بدأ بالانحسار وأعداد الحالات بدأت تقل، معدل الانتشار بدأ بالانخفاض بشكل كبير، معدل الإصابات أصبحت محدودة، وبالتالي نستطيع أن نتحدث عن عودة إلى الحياة الطبيعية. لكن عندما نتحدث عن العودة إلى الحياة الطبيعية يجب أن نعرف ماذا نعني بالعودة إلى الحياة الطبيعية. أولا هي عودة تدريجية، هي عودة بشكل آخر. عندما نتحدث عن عودة بشكل آخر نعني هنا أن تكون عودة حذرة. ما تحقق اليوم يجب أن لا ننسى هذه الحقيقة الهامة، ما تحقق اليوم من انحسار في وتراجع في عدد الحالات هو يعود إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من إجراءات احترازية ومن إجراءات قبل. ما هي هذه نقطتي دكتور، إنه هل بعد تسطيح المنحنى أو انتهاء الجائحة إذا خرج الناس ومارسوا حياتهم الطبيعية سيعود المنحنى للارتفاع مرة أخرى؟ احتمالات موجات قادمة، احتمالات واردة، والكل يتحدث عن ذلك، وهي ترتبط زمنيا ايضا بالفصل القادم، فصل الشتاء القادم، واحتمالات ان تكون الموجه القادمه اكثر حده. فبالتالي العوده هي عوده حذره مع اتخاذ اجراءات، على سبيل المثال لبس الكمامات، استمرار اجراءات التباعد الاجتماعي بشكل محدود، التعامل الحذر ايضا والمرن من قبل المنظمة الصحيه في مواجهه اي جائحه. طيب كلام مهم بروفيسور معز، دعنا ننظر أو أنت انظر في منحنى السودان ومنحنى البحرين أيضا، كيف تقيم هذين المنحنيين لعدد الإصابات، وكيف نبرر أنه مثلا دول لم تتخذ تدابير تباعد اجتماعي بها عدد إصابات أقل، ودول أخرى اتخذت تدابير مشددة جدا بها عدد إصابات أكبر؟ هناك أسباب مختلفة لتبرير هذا الأمر، ليس فقط مسألة التباعد الاجتماعي. هناك دول أخذت مسألة التباعد الاجتماعي بحذر مثل السويد مثلا، لكن هناك عوامل كثيرة أخرى تؤثر. يعني لماذا بدأ انتشار الفيروس متأخرا مثلا في السودان، ولماذا يعني العدد حتى قليل بروفيسور في السودان؟ يعني نعم، بالتأكيد لا أحد يتمنى عدد أكبر للإصابات، ولكن عدد الإصابات قليل، وهذه الدراسة تقول إنه السودان في طريقه للانتهاء من جائحة فيروس كورونا. لأنه هناك، أنا كنت عودت أن أكمل دورة الحياة كي أشرح الفكرة، لكن سأنتقل للإجابة على هذا السؤال، لأن هناك تفسيرات كثيرة لماذا الإصابات قليلة في السودان. طبعا هناك تفسير إنه عدد الاختبارات التي تمت اختبارات قليلة، كلما يعني زادت عدد الاختبارات كلما اكتشفت حالات جديدة، لكن ليس هذا السبب الوحيد. فمثلا الدراسة الأخيرة التي تحدثت عن فاعلية الحرارة وضوء الشمس في تأثير على الفيروس قد يكون له سبب، لكن أيضا أنا كجانب من تخصصي في علم المناعة أعتقد أن الناس في تلك المناطق من السودان أو ذلك الحزام اللي يقع تحت الصحراء أو خلف الصحراء يعني تعرضوا لتحديات مناعية كثيرة في حياتهم من
أوبئة ومن أمراض ومن جراثيم، جعلت جهاز المناعة أولا يتكيف على كل ما يأتي من إصابات جديدة، ثانيا له قدرة على تغيير المنطقة التي تسمى بمنطقة شديدة. وهل هل هذه حقيقة علمية؟ هذه حقيقة علمية في كثير من الأحيان، إنما بالنسبة لفيروس كورونا يجب إثباتها، أن 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 عدد يعني قبل سنوات قليلة كان الناس يتحدثون عن المناطق النظيفة التي لا يتعرض فيها جهاز المناعة لتحديات. سأعود إليك بروفيسور عن دول الخليج، لأنه لم يتبقى لي زمن كثير. دكتور ماجد، النظر إلى المنحنى في الأردن وكذلك المناطق المحيطة بالأردن، لديك مصر، لديك لبنان، كيف تقيم هذه المنحنيات في تلك الدول؟ أولاً يجب أن نتحدث أن لكل دولة كان خصوصياتها وإجراءاتها التي اتخذتها في مواجهة الوباء. قد تكون من الميزات التي اتخذت في الأردن على سبيل المثال البدء المبكر باتخاذ الإجراءات الاحترازية واتخاذ قرارات حاسمة وصارمة من المراحل الأولى، وبالتالي أتت أكلها خلال فترات لاحقة. بعض الدول ما زالت تسجل عدد حالات أكبر، هناك خصوصيات أيضا في مثل هذه الدول بالنسبة لعدد الحالات التي جاءت من الخارج، هناك أيضا عدد السكان، الوضع العام للنظام الصحي، كثير من العوامل وكثير من الفرضيات التي ذكرتها وذكرها ضيفك من المنامة ما زالت أيضا فرضيات قائمة لا يمكن البت أو الجزم فيها بشكل يعني نهائي. أنت تعرف دكتور أنه انتشار فيروس كورونا في أي دولة من دول العالم فإنه يهدد كل دول العالم، كيف نفهم أنه سوريا التي بها حرب وبها نزوح ولجوء ليس بها عدد كبير للإصابات؟ يعني هنالك علامات استفهام كبيرة. علامات الاستفهام متعددة، علامات الاستفهام في عدد الحالات، أولا عملية الانفتاح أو عملية عدد المترددين على الدول التي تعاني من مشاكل أو عدد القادمين من دول أخرى هم من نقلوا الفيروس أقل من دول أخرى، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وعدد الوافدين الذين يصلون بالملايين أو بمئات الآلاف إلى تلك الدولة. الجانب الآخر أيضا عدد الفحوصات التي أجريت ومدى شموليتها ومن تم فحصهم وعدد الحالات الموجودة، فهناك الكثير من القضايا سواء تتعلق بالمعلومات أو البيانات المتاحة أو على الوضع العام للدولة. بروفيسور دعني أعود إليك سريعا عن منحنيات دول الخليج، هنالك اتجاه لتخفيف الإجراءات في السعودية، في الإمارات وكذلك في البحرين، تفضل بروفيسور. يبدو أنه فقدنا الاتصال مع بروفيسور معز بخيت. أعود إليك دكتور ماجد، وهذه المرة في 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 هذه النقطة مسألة، يعني الآن هنالك عديد من الدول في المنطقة تتجه إلى تخفيف تدابير الحجز، ولديك الآن شهر رمضان، كيف تنظر إلى هذه المسألة وكيف يمكن للناس أن يعودوا إلى جزء بسيط من حياتهم الطبيعية؟ كما ذكرت في بداية حديثي، لا بد من العودة إلى الحياة الطبيعية ولكن بأشكال مختلفة وبشكل حذر ومتدرج ومدروس. والعودة إلى الحياة الطبيعية هي طبيعة الحياة وسنة الحياة، إننا لابد أن نعود إلى وضعنا الطبيعي، لكن ذلك يستوجب أن يكون عودة حذرة. الخوف من موجات قادمة والخوف من التراخي في بعض الإجراءات أن يؤدي إلى انتكاسات قد تؤدي إلى انتشار أوسع أو أكبر. بروفيسور معز، إذا كنت تسمعني، سألتك عن دول الخليج، كيف تنظر إلى منحنيات هذه الدول خاصة وأنها تتجه الآن إلى تخفيف إجراءات العزل؟ السؤال، لأنه كان قطع الاتصال، موجه لي السؤال؟ السؤال لك بروفيسور معز. نعم نعم، طبعا يعني دول الخليج انتهجت بالذات، يعني أنا في البحرين أرى أنها يعني انتهجت نهجا متوازنا وعلميا، جعل منها يعني أكثر قدرة على التحكم في المرض، وهذا المنحنى الآن يمر بمنطقة الوصول إلى نهاية الوباء قريبا بإذن الله، وإن شاء الله يعني بمثل هذه الإجراءات التي اتخذت
ستخرج إلى بر الأمان. طيب، يعني الآن هنالك اتجاه إلى تخفيف الإجراءات، إعادة فتح مراكز التسوق، كذلك إعادة فتح بعض المطاعم، من ماذا تحذر بروفيسور؟ أن لا يكون هذا الفتح أو الانفتاح يعني بصورة مباشرة وقوية، يعني لا بد أن يتم بالتدريج وأن لا أن تظل حالات التباعد الاجتماعي قائمة، وأن لا يكون هناك تجمعات سواء كان في المراكز التجارية أو في أماكن ترفيهية، فخطوة خطوة وتكون العافية درجات إن شاء الله. أعطيك الكلمة الأخيرة دكتور ماجد، يعني هذه الجائحة، جائحة فيروس كورونا، سيتعلم منها دول العالم والقطاع الصحي على وجه التحديد الكثير، ماذا تقول في هذه النقطة؟ كيف يمكن أن يستعد الناس، خاصة وأنك تحذر من موجة ثانية؟ هي درس بكل تأكيد هام وحالة فريدة خلال هذا القرن، وسيستفيد منها سواء النظم الصحية أو حتى النظم بشكل عام، كيف يمكن أن نكون على درجة عالية من الاستعداد والأهبة لأي جائحة قادمة، كيف يمكن لنظمنا الصحية أن تكون على قدرة عالية للتنبؤ المبكر بحدوث أي جائحات واتخاذ الإجراءات. يعني كان لافتا دكتور ماجد أن عاملين في القطاع الصحي يشتكون أنه لا توجد معدات حماية، لا توجد قفازات، وهذا جزء من استعدادية وجاهزية النظم الصحية. لابد أن تكون هناك جاهزية على مستوى جميع وزارات الصحة، على مستوى جميع المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي في العالم، والجاهزية لا تعني فقط بالإمدادات والتمويلات، وإنما أيضا من خلال الكادر البشري، من خلال الخطط، من خلال الاستراتيجيات، ومهم جدا من خلال التعاون القطاعي الواسع. لا يمكن للنظام الصحي أن يعمل بمفرده في مثل هذه الجائحات، والدول التي حققت نجاحات هي كانت أيضا بسبب تعاون قطاعي واسع بين مختلف القطاعات، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. لابد أن يعمل الجميع من خلال هياكل وتكوينات مترابطة ومتكونة وبآليات تنسيق عالية. بروفيسور، إذا كانت لديك إضافة في هذا الإطار الاستعداد. أنا أعتقد أن السياسات التي اتخذت من الدول سياسات جيدة خاصة في هذه المنطقة، وإن شاء الله يعني عما قريب يتم إنتاج لقاح ودواء، وأن تكتمل دورة حياة الفيروس وأن يعود الناس. أنا مضطر للمقاطعة. البروفيسور معز بخيت، رئيس قسم الطب واستشاري طب المخ وعلم المناعة بجامعة الخليج، ماجد جنيد مدير برنامج الصحة العامة بشبكة الشرق أوسطية، شكرا لكم.